متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. بشرى سارة للمغاربة. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 58 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية. يرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 513,922 حالة، بينما تم تسجيل فقط 5 الوفيات، ليصل بذلك الإجمالي ضحايا كورونا بالمغرب إلى 9077 حالة وفاة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 232 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 501,146 حالة. فجهة الضرب الأسطى سجلات فقط ولأول مرة سجلات 24 حالة وحالة وفاة واحدة مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 21 حالة وحالة وفاة واحدة، بينما النواصر سجلات 3 حالات، بينما جهة قنيطرة الرباط 3 سجلات 8 حالات وجوج الوفيات مقسمة كالتالي: القنيطرة 5 حالات، سيدي قاسم حالة واحدة، الرباط حالة واحدة وحالة وفاة واحدة، خميسات حالة وحالة واحدة، بينما سلا سجلات فقط حالة وفاة واحدة، بينما جهة الشرق سجلات وجدة أنجاد سجلت 3 حالات، دريو 2 حالات، تاوريرات حالة واحدة، بركان حالة واحدة، وفيقيك حالة واحدة، بينما جهة مراكش آسفي مراكش 3 حالات 2 الوفيات، قرى تلاغنا حالة واحدة، بينما جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلات تطوان 2 الحالات، طنجة حالة واحدة، وزان حالة واحدة، بينما جهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات سجلات مقسمة كالتالي: والذهب 3 حالات. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نجد بكم ترحب معنا في هذا البث المباشر، ونقول لكم بشرى سارة للمغاربة. فالحمد لله ربي يرفع الوباء وهذا البلاء ونرجع آمنين ومطمئنين يا ربي. فأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل فقط 58 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 513,922 حالة، بينما تم تسجيل 5 الوفيات، ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9077 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 232 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 501,146 حالة. فجهة الدار البيضاء 16 سجلات فقط لأول مرة 24 حالة وحالة وفاة واحدة. في الدار البيضاء سجلات 21 حالة وحالة وفاة واحدة، بينما النواصر سجلات 3 حالات، بينما جهة الرباط سرى القنيطرة سجلات القنيطرة 5 حالات، سيدي قاسم حالة واحدة، الرباط حالة واحدة وحالة وفاة واحدة، الخميسات حالة إصابة واحدة، سلا سجلات حالة وفاة واحدة. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم بشرى سارة للمغاربة. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 58 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 513,922 حالة، بينما تم تسجيل 5 الوفيات، ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9077 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 232 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 501,146 حالة.
فجهه الدار البيضاء سجلات 24 حاله وفاه واحده. الدار البيضاء 21 حاله وفاه واحده. نواصر ثلاثه الحالات. بينما جهه الرباط تلا قدر سجلات 8 حالات وجود الوفيات مقسمه كالتالي. القنيطره 5 الحالات. الرباط سيدي قاسم عفوا حاله واحده. الرباط حاله واحده وحاله وفاه واحده. خميسات حاله واحده وسلا حاله وفاه واحده. بينما جهه الشرق سجلات وجده 3 الحالات. دريوج جوج الحالات. توريت حاله واحده. بركان حاله واحده. فيقيك حاله واحده. بينما جهه مراكش اسفي سجلات مراكش 3 الحالات جوج الوفيات. و قلعة سراغنا حالة واحدة. جهة طنجة تطوان سجلات 4 حالات مقسمة كالتالي. تطوان جوج الحالات. طنجة حالة واحدة وزان حالة واحدة. إذن متابعينا الكرام فالحمد لله، فكنتمنوا منكم مزيدا من الاحتياطات، مزيدا من أخذ الحيطة والحذر. فالحمد لله ربي يرفع الوباء وهذا البلاء في اقرب وقت ان شاء الله. ففقط اليوم سجلات وزاره الصحه سجلات على الصعيد الوطني فقط 58 حاله جديده مؤكده فيروس كورونا. اذا المتابعين الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان. فنذكركم متابعينا الكرام أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل فقط 58 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 513922 حالة. بينما تم تسجيل 5 الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9077 حالة. إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.